سمعته وطيب الله ثرى اسم يحمل جائزة الملك عبد العزيز للإبل، كذلك بتنظيم من نادي الإبل ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين وجهده الكبير، والذي أسهم في نقل هذا المهرجان للعالمية، والذي أصبح المهرجان الأكبر على مستوى العالم. نحييكم ونرحب بكم متابعينا الكرام اليوم في شوط الفردي مفاريد، اليوم الشوط الجديد في هذا المهرجان والذي اتضح لنا نجاحه كما هي عادات الأشواط في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. نستعرض الآن دخول الفرديات في ميدان جائزة الملك عبد العزيز، هذه الفرديات اللي تعرض الآن أمام لجان التحكيم، هذه الفرديات الذي تعرض الآن أمام لجان التحكيم في هذا الشوط الجديد، في هذا الشوط المستحدث، في هذا الشوط المهم، في هذا الشوط الكبير. لدينا العديد من المشاركين في هذا الشوط واللي تعرض الآن فردياتهم أمام لجان التحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، دخول قوي هنا في ميدان التحدي والمنافسة، هنا في الميدان، هنا الجميع يدخل. 15 فردية تعرض أمام لجان التحكيم من بداية الشوط، والحماس كبير، الجمهور الحاضر كذلك المتابعين المنشدين. عندنا عدد من الفرديات المشاركة، الفرديات اللي نشاهدها الآن على الشاشة، عرض الفرديات في لون المجاهيم. هناك الفردية رقم 184، اسم المالك نواف بن عبد الله بن ناشر الدوسري، اسم الفردية وقفة، عمر الفردية طبعا مفرودة، الأصل السلالة أبوها سليمان بعير آل جرمان الهواملة، المصدر مشترى. طبعا أول مشاركة للفردية، كذلك أول مشاركة للمشارك في مهرجان جائزة الملك.